جيو كلاستر. في هاي الحلقة راح يكون إضافة إلى ما شرحناه بالحلقة الأولى، وهو جوب السجن. جوب السجن مثل ما شرحنا جوب مختص بتحويل الداتا من السندي فورمات إلى سي جي جي فورمات أو الانترنال فورمات. لكن قبل هذا جوب لازم نفهم عدة أشياء. الشيء الأول اللي نفهمه إنه الداتا شلون راح تجينا من جهاز التسجيل، وش نحتاج أن نسويه من أجل أن نقرأ هاي الداتا. الداتا تجينا على شكل سجدي مثل ما موجود هنا، هذا بهالصورة هاي، هذا الريكورد نمبر دوت سجدي، هذا اللي يجينا من جهاز التسجيل. وإذا نطب نشوف شنو شلون قاعدة تجينا الداتا اللي احنا راح ننقلها ونخزنها بالستيج cd/sagd/10300/jday10300 enter. الداتا جايتنا بهالصورة هاي، كل سجدية على شكل فايل منفرد، رقم الريكورد نمبر دوت سجدي. هاي الصورة اللي قاعدة تجينا بيها الداتا. للأسف الجيو كلاستر ما يتمكن انه يقرأ هذا الفايل، هذا السجدي فايل بهذه الصورة. الجيو كلاستر مثل ما قلنا سابقا انه سوفتوير قديم، عنده صعوبة بالتعامل مع بعض الامور. من هاي الامور هو قراءة السجدي شوية بيها نوع من الصعوبة. هاي الصعوبة نحاول انه ندللها ونغير بطريقة بحيث يفتهمها الجيو كلاستر ويقدر يقراها. لكن قبل هذا يجب ان نفهم ايش يقدر يقرا الجيو كلاستر. الجيو كلاستر يقرا تيب. التيب هو فايل مثل هذا، مثل هاي التسميه، يقدر يقراها الجيو كلاستر. اي تو سامبلز، بعدها 5 سامبلز، بعدها 7 سامبلز دوت دات. هذا هو التيب اللي يقدر يقرا جوب ماجر للجيو كلاستر. يعني اذا ما يشوف هاي الصيغة ما راح يقدر يقرأ الداتا. نجي نفهم شنو هذا. هذا الاي معناه سي جي جي فورمات، واذا بي معناه سجدي فايل. يعني هذا الرمز الاي هو سي جي جي فورمات، واذا كان بي معناه سجدي فايل. تو سامبلز تو كاركترز، هذني اللي مؤشرات باللون الأصفر هي للبريفكس. شنو البريفكس؟ احنا قلنا الداتا من نقراها بالبداية، مجرد ان نقراها نسوي لها ريفورماتينج راح تكون رو داتا، نسوي عليها شيء راح يكون البريفكس مالتها R، واذا سوينا عليها جيومتري راح يكون البريفكس مالتها J، واذا كيوب سي، والى اخره من البريفكس. ليش خلينا البريفكس؟ على مود نميز الداتا، لانه فلنفرض على سبيل المثال احنا اخذنا جوليان داي معين، سوينا له ريدنج اند ريد فورماتنج وطلعنا الداتا، طلعنا الفايل الناتج، بعدين رجعنا سوينا جيومتري، راح يكون عندنا فايلين بنفس الاسم، يعني راح يكون اوفر رايت، الثاني راح يسوي اوفر رايت على الاول، ما راح نقدر نميز نفرق بين الفايل الاول والفايل الثاني. لكن لما نخلي بريفكس ار للرو داتا ونعطي بريفكس جي لل
فايل اللي بعد الجيومتري راح يكون عندنا تو فايلز نفس الجوليان داي، بس واحد بريفكس ار وواحد بريفكس جي، واحد للرو داتا والاخر للجيومتري داتا. هذا البريفكس. فيما يخص الفايل نمبر، للفايل نمبر خمس ارقام او خمسه كاركترز، فايف كاركترز. هاي الفايف كاركترز هي تمثل لي الجوليان داي، هنا عندنا او الفايل نمبر. الفايل نمبر قد يكون جوليان داي، قد يكون اي شيء السجدي او ريكورد نمبر، قد يكون مثل ما راح نستخدمه. ثم سبعة كاركترز، سفن كاركترز. هاي سفن كاركترز هي للبروجكت نيم، لذلك احنا نسمي دائما البروجكت سفن كاركترز او سفن ديجيتس او كاركترز اون ديجيتس. المهم ان تكون عندي سبعة. دوت دات، لما يكون دوت دات يقدر يقرأ الجيو كلاستر. اي فايل دوت دات ممكن انه يقرا جيو كلاستر، لذلك احنا ملزمين ان نغير او نسوي لينك للسجدي اللي جايني بهاي الصوره، نحوله الى هاي الصوره. البي معناها قلنا انه هذا سجدي ما يحتوي هنا على بريفكس لأنه هو عبارة عن سجدي ما يتكرر بهذا اليوم نفسه. بعدين 5 digits اللي هو record number، هنا 0 أمامه لأنه record number عندنا 4 digits راح يكون already مضيوف صفر على اليسار، واللي ما يحمل أي قيمة لأنه على اليسار. ثم SG جوليان داي، هذا ليش؟ على مود نميز السجديات مال كل يوم، يعني هاي السجديه تسجلت في هذا الجوليان داي، هاي السجديه تسجلت في هذا الجوليان داي. دوت دات هذا راح يكون لينك يقود الجيو كلاستر الى هذا السجدي. الجيو كلاستر راح يجي راح يشوف هذا اللينك، راح ياخذه وهوردي هذا اللينك راح يقوده الى هذا السجدي ويقرا. يعني مثل عمليه انه احنا قاعد نلعب الجيو كلاستر، نخلي يقرا هذا الفايل واللي هو بدوره يقوده الى السجدي اللي احنا نريد نقراه. مثل ما هسه راح نشوف احنا سوينا بالفايل نشوف انه هذا اللينك، هذا اللينك راح يقود الجيو كلاستر الى هذا السجدي الباث مالته والسجدي ورقمه، وهذا اللينك راح يقوده الى هذا السجدي وهكذا. وبالنتيجه احنا راح نقدر نقرا السجدي. لذلك قبل جواب السجن يجب انه نرن سكريبت، هذا السكريبت اللي هو احنا نسميه جواب، لكن هو بالحقيقة ليس جواب، هو عبارة عن سكريبت. اذا نطبع جيوديسك، جيوديسك او جيوديسك 3 مثل ما منصب عندكم، راح نشوف عندنا create link بالبداية. هذا ال create link إذا نفتح نشوفه هو عبارة عن script يؤدي إلى يعني ملف يؤدي إلى تنفيذ هذا السكريبت. هذا السكريبت يقوم بعملية خلق اللينكات automatically، أوتوماتيكيا.
يا اما يخلقهن على شكل لينك او يخلقهن على شكل ماب فايل. الماب فايل ايضا نفس العمليه، اذا ندخل نشوف الماب فايل cd/stage/cd/jmol/jedit ماب فايل. هذا الماب فايل نفس العملية قاعد يؤدي إلى أنه يقودنا إلى هذا الباث، إلى هذا السجدي، باث هذا السجدي. فالطريقتين ممكن أن يتعامل وياهن الجيو كلستر، أما عن طريق الماب فايل، فايل نصي موجود في الستيج يشوف الجيو كلستر، جيو كلستر يقرأ، يروح يقرأ الباثات اللي موجودة هنا، يوصل إلى السجدي، أو عن طريق اللينك المباشر اللي موجود، اللينك المباشر الموجود على الستيج منا، هذا يقوده الى هذا السجدي ويقرا. يعني هذا الجوب الاول خلينا نسميه يرندن، يمشينا سكريبت موجود عندنا بالمشروع. هذا السكريبت يقوم بهذا الغرض، وهو خلق اللينك او خلق الماب فايل كي تتمكن الجيو كلستر من قراءة الداتا. هنا صارت واضحة عندنا ليش وشنو هو هذا السكريبت، شي يؤدي، شي يقوم بعمل، وشنو هي نتائج العمل مالته. بعد انه نرنن اللينك راح نرنن هذا الجوب اللي هو جوب السجن اللي احنا سميناه. قلنا جوب السجن يحتاج الى LSI library. ال LSI library ايضا السكريبت السابق يقوم بخلقها. اذا رحنا شفناها هذه ال LSI library يخلقها، يذبها باللايبراري بالبريز، يخلق فولدر، هذا الفولدر اسمه سجدي LSI. السجدي LSI يحتوي لكل يوم مشينا على هذا الجوب، يخلق لنا لها LSI library. هذا اذا نشوفه اذا نفوت الى نلقى هذا الفولدر اللي هو سجدي LSI، نفتحه راح يخلق لنا هذا الليبري SI، واللي هي قلنا هذا يمثل لنا الجوليان داي، مكان اسم المشروع، لان هنا انا ممكن ان يتكرر عندي الجوليان داي بنفس المشروع، يعني اخذ اكثر من سنه المشروع وعليه يتكرر الجوليان داي، واحنا على مود ما يتكرر الجوليان داي عندنا راح نسمي مكان اسم المشروع بالفاير، راح نعطي اس جي جوليان داي. وهنا من هذا الريكورد الى هذا الريكورد وعلى ستيج 2، وهذه اللي نحتاجها احنا في ال LSI في جوب السجن. هاي ال LSI اللي راح نسوي لها ريد، قلنا لود تكست فايل ونجيبها او نكتبها كتابه مثل ما احنا كاتبين هنا بجيس او وليبري اف اي اللي هي اوريدي موجوده عندنا بالبريز بالفورماتنج، وهو فايل جاهز. عندنا سجن موديول وعندنا الاوت بي دي. الاوت بي دي هو اللي راح يطلع لي فايل على ستيج، يعني الداتا اللي راح يصير لها ريدنج ار فورماتنج راح تطلع بالسي جي جي فورمات وتنخزن حسب هاي الليبري بي دي. الليبري بي دي اللي هي البريفكس ار 010. طبعا هنا أنا لانه احنا قاعد نتعامل مع ماسبرو مع العفو اسبرو، انا كاتب هنا الريجستري، هذا شيء بعدين متقدم بعدين نحكي به.
يعني رائد جوليان داي هنا أنا راح يكون على ستيج 1 لأنه صار السي جي جي فورمات وبلوك وعلم الداتا. من رننت هذا الجوب إذا نتذكر من الحلقة الماضية أدي 3 نواتج في هذا الجوب اللي هو فايل على ستيج الاوت بي دي طلع لي وعندي ونت تو ونت. الونت الاول راح يعزل لي الاوكسيلاري شانل يذب لي اياها بالمكان اللي اني قايل عليه هذا الباث اللي هو داتا بروجكت اسم المشروع داتا و 01 اوكسيلاري. هنا راح يذب لي اياه ويسمي لي اياه بهذا الاسم فقط للاوكسيلاري. وهنا الونت الثانية راح يطلع لي بهذا الباث 02 رو داتا راح يطلع لي الرو داتا ويذبها بهذا المكان ويسميها بهذا الاسم. يعني اكو 3 فايلات راح تنتج من هذا الجوب، واحد بالستيج، 2 باللوكال ماشين بالداتا. قلنا الات بي دي طلع فقط على الستيج، اما الونت فهو الناتج مالته يخزن في اللوكال ماشين في اي مكان في اي باث اني انطيه اياه. راح هسه نجي نشوف الفرق. اذا نرجع لل تيرمينال مالتنا نشوف انه بعد ما رننت الجوب صار عندي هذا الفايل اللي هو IR10300 سيبا او اسم المشروع دوت دات. يعني اذا اباوع الجوب مرة ثانية، اذا اخلي الجوب امامي والاوت بي دي لايبراري لبري عندي prefix R R I لأنه صار سي جي جي فورمات R و ال جوليان داي واسم المشروع و دوت دات. هذا هو ناتج الاوت بي دي. اما اذا اجي اروح على الونت نواتج الونت راح القاها بالباث اللي انا انطيت اياه اللي هو هنا بروج اسم المشروع داتا اوكزب هذا الفولدر بالباث حسب الباث اللي احنا انطيناه اياه بالجوب يحتوي دوت سي اس تي. شفنا بهناك دوت دات هذا الفايل دوت دات. اما هذا الفايل فهو دوت سي اس تي. سي اس تي ايضا هو سي جي جي فورمات ولكن بهيئه مختلفه. دوت سي اس تي يكون اللوكال ماشين. الفايل الثاني هو فايل رو داتا بهذا المكان بهذا الفولدر اللي احنا انطيناه بالجوب راح يخلق لي بهذا حسب ما سميناه بالجوب راح يكون الفايل الثاني. وعليه الثلاث نواتج ظهرت عندي، واحد بال ستيج والاخر والثنين الاخريات بالداتا. نتمنى بهاي الحلقه انه استفدتوا وافتهمتوا ليش احنا نرنن هذا السكريبت، الاسباب وشلون طلعت عندنا النواتج وشنو هي فائدة اللايبراري بي دي والفرق بين الونت والاوت بي دي موديولز. اي ملاحظات او استفسارات ممكن مراسلتنا واحنا مثل ما قلنا جاهزين ناخذ بيها بما يخدم مصلحة هذه الحلقات وتحقق الفائدة للجميع، وشكرا.